الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان الموالي، السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير أنتم ووليداتكم وضيوفاتكم والأهل ديالكم. إخوان اللي تيلتحقوا بالقناة أول مرة، منساش يدير اشتراك. اللي عجبته الفيديو كالعادة يدير لايك وخلي كومنتير، ولا قدر يبارطاجيها يبارطاجيها، واللي ما عجبتوش يدير ديسلايك وخلنا كومنتير وقلنا علاش ما عجبتوش الفيديو باش نصلحوا، ولا كاين شي ما يتصلح. واللي حقاد واللي حساد يدير ديزابوني. وخوي يا خوي، راه الناس تتقلب على البلايص. المهم الاخوان، القضيه راه مسخه مزيان، مسخه وخاويه. دونك علاش خاويه؟ لان غادي اسمحوا لي، المهم لان الطيور غادي نديهم للشامبيونات فرنسا ان شاء الله. هاد الصف اللي بقى راه يمشي لاخر كونكور. هاد الطوير راه تعقل عليه السيمو اللي معنا في الجروب. هذا الطوير السيمو هو اول طير غنى، هو الطير اللي كنتي قلتي ليا راه باين فيه كبير. واخويا راه ضربتي بالعين، لان من هذاك النهار اللي غنى فيه ليا ومن هذا ما بقاش غنى. وصحته هي هذيك، ما عنده حتى شي مشكل، ما بقاش غنى. درت ليه البوندول وبان على انه ذكر، يعني راه ذكر ما عندوش فيها اصلا. الغنى ديالو كان تبين انه ذكر. دونك هاد اللي بقاو راه يمشيو لاخر كونكور ان شاء الله الفرانكو بلج اللي غيدير في سيزوان في النور ديال فرنسا، واللي ان شاء الله نحاولوا نتلاقاو مع بزاف ديال المواليع، ومنهم الاستاذ ديالنا سي محمد السودي الله يذكره بالخير. دونك نحاولوا نتلاقاو معاه حتى هو وناخذوا منه الرخصه، لا خلانا نصوروه ولا خلانا ندير معاه شي فيديو، ولا ما كانش راه انا بعدا عن تولع معاه. دونك استسمح لا استسمح مسبقا في حاله لا ما كتبش الله اننا نديروا معاه فيديو. دونك ان شاء الله غادي نقول لكم البروغرام اللي مشينا به تقريبا في هذا الاسبوع، نقولوا اللي قبل من الكونكور. دونك باش تعرفوا شنو عطيناهم في الماكله، شنو عطيناهم في الشراب، كيفاش دازوا السيستم لاليمونطاسيون ديالهم، كيفاش وجدتهم. نسيت كاع كنت باغي نقول لكم. المهم ان شاء الله مع نلوح هاد الفيديوهات كاملين، يعني هاد الفيديو اللي تندير فيه دابا، والفيديو ديال الترونسبور ديالهم، نحاول نصور لكم السيد اللي غنمشي نحط عنده الطيور باش يديهم للشامبيونه. ونحاول نصور لكم ان شاء الله نهار السبت ملي نمشي لابورس، لان الكونكور راه فيه الاربعاء والخميس والجمعه، والسبت والحد دايرين لابورس. دونك انا ان شاء الله نحاول نمشي نهار السبت، داير مع الخوادري ديالي ان شاء الله نتلاقاه، وداير مع واحد خويا اخر، هذا ال15 اللي كنا دوينا عليه اخر مره اللي درنا فيه التجربه ديال البوندول. دونك نحاول نتلاقى مع الاخ ديالي، ونتلاقى مع واحد الاخ حتى هو اللي تنعرفوه غير في الواتساب، اللي حتى هو ناوي يحضر ان شاء الله. دونك حتى هو نحاولوا نديروا معاه فيديو، لان السيد راه من الناس اللي تنعتبروهم مدرسه من المدارس اللي عندنا في الجروب الواتساب، واللي هو مفخره لينا، ماشي بحال شي اخوان الاخرين. المهم ما نذكروش المسائل حتى نجيو لها من بعد. دونك ان شاء الله لك كتب الله نهار السبت نديروا فيديو مع السيد اللي غنخلي لكم المفاجاه، وهي راه ما تكون لا مفاجاه لا والو، لان نهار تشوفوا هذا الفيديو اللي تنصور فيه انا دابا، الغد لي ولا بعد الغد لي غتشوفوا الفيديو ديال السيد اللي دويت عليه اللي دويت لكم عليه. دونك هذا ما كان الطيور راهم غادي يمشيو على بركه الله. كاين شويه لو ستريس لان هذا ثاني كونكور، ودابا البطوله ديال فرنسا اللي جات مبكره كما تيقولوا بزاف ديال الموالي هنايا. يعني كاين بعض الموالي اللي طيروهم يلاه بداو تيخرجوا الهضره هذه شي 15 يوم. كان حبذا كون داروا البطوله ديال فرنسا في الاخر ديال لي كونكور ديالنا، يعني حنا دابا من بعد البطوله فرنسا راه باقي خمسات لي كونكور اخرين، وكان في هذوك الخمسه الاخرين غادي نمشي ان شاء الله غير لواحد فيهم. هذه الاخوان نمره 15 على اليسار، مهم باش ما كان انا نعلمكم نحاول نقي هذا الشيء. ها الاخر بدا تيحل فمو، ولكن راه تعيط بحال هكا ماشي دير حتى شي حاجه اخرى. دونك الاخوان انا خاصني نتكلف بهذه المسائل، خاصني نقي ليهم، لان راكم تشوفوا انا ما تخبي حتى شي حاجه الاخوان، ماشي بحال شي وحدين الكبرياء وقبل ما يدير الفيديو خاصو ينقي، وهذه وعندها كلا وهذه وبنادم والسمعه كاع بنادم الخوت توسخ عنده قضيه، خصوصا
لا كان مشغول وكان تيوجد لشي كونكور ولا شي حاجه وبقي الله بادي وعنده لو ستريس وهادي وهادي وهادي. دونك من بعد ان شاء الله ولا كتب الله من بعد البطوله ديال فرنسا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش وجدت لهذه المساله لي كونكور كيفاش نوجد ليهم. تنتبع النصائح ديال السي محمد السودي. دونك نوريكم الطريقه وان شاء الله يكون خير ونبارطاجو معكم كل شيء. المهم الاخوان تبارك الله عليكم، الله يسهل الامور. السلام عليكم.